مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في محطات مغاربية. محطات مغاربية مجلة حوارية تعنى بالشأن المغاربي. محطتنا اليوم في ليبيا، حيث توصلت الأطراف المتنازعة إلى اتفاق تاريخي ظهر يوم الأحد 6 ديسمبر. هذا اتفاق سمي بإعلان مبادئ للوحدة والسلام في ليبيا بعد مفاوضات دامت أياما أحيطت بالسرية التامة في ضاحية قمر بتونس العاصمة، حيث حضر ممثلون عن برلمان طبرق والمؤتمر الوطني العام بطرابلس. كذلك تم خلالها تجاوز الخلاف الذي عطل اتفاق أسخيرات وإقرار تكوين حكومة وحدة وطنية في ظرف 25 يوما وتفعيل العمل بدستور سنة 1963 مع إدخال بعض التنقيحات عليه. اتفاق ليبي خالص ولكن في جو مغاربي بامتياز، بدأ بجولة مفاوضات في المغرب وانتهت في تونس بإعلان اتفاق المبادئ هذا. تخلل ذلك لقاءات للفعاليات المجتمع الأهلي وشخصيات وطنية في الجزائر. الاتفاق الليبي والبشرى مغاربية، اتفاق الفرقاء الليبيين في تونس وإعلان مبادئ الوحدة والصلح الوطني هو موضوع حلقة اليوم من محطات مغاربية، وسنتناوله في محورين. المحور الأول ظرفية هذا الاتفاق وسياقاته السياسية، أما المحور الثاني فسنتناول فيه انعكاس هذا الاتفاق على دول الجوار. وسيشاركنا الحوار الأستاذ عبد الله الكبير، المحلل السياسي الليبي عبر الأقمار الصناعية. ولكن قبل ذلك نتابع مع بعض هذا التقرير. إذا التقى الليبيين وجها لوجه فسيكون حل الأزمة السياسية في ليبيا بشكل سريع أسرع مما يتوقعه الكل. هي لحظة تاريخية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ظهر الأحد 6 من ديسمبر 2015 وقع وفدان من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنحل بضاحية قمرت بتونس العاصمة على وثيقة إعلان وطني لحل الأزمة السياسية في ليبيا. الاتفاق تضمن العودة والاحتكام إلى الشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق، وذلك لتهيئة المناخ في البلاد لإجراء انتخابات تشريعية ولمدة أقصاها سنتان، تكوين لجنة تتألف من 10 أعضاء ممثلة من المؤتمر الوطني العام ومجلس نواب يقضي باختيار رئيس حكومة وفاق وطني وذلك خلال أسبوعين، تشكيل لجنة تتألف من 10 أعضاء ممثلة من الطرفين وتتولى تنقيح الدستور الليبي السابق بما يتفق مع طبيعة المرحلة. هو إعلان مبادئ جسد الإمكانات المتاحة لما يلتقي الفرقاء على كلمة سواء، مصلحة ليبيا العليا. هذا الاتفاق هندسته عقول ليبية وأنجزته أياد ليبية، وهي الوصفة المخفية أو التي أريد تغيبها في السخيرات بالمغرب. هذه المرة غاب برناردين ليون المبعوث الأممي والذي كادت أن تتحول وساطته إلى كارثة، خاصة بعد تسريبات ورطته مع طرف خارجي يعمل لصالح جهة هي جزء من الأزمة الليبية. خطونا خطوة بالاتجاه الصحيح إن شاء الله. وحضرت إرادة ليبية خالصة لتجاوز أزمة مستمرة لأكثر من سنتين رفع فيها السلاح وسالت دماء وأزهقت أرواح، خطوة على المسار الصحيح. هكذا صرح عوض عبد الصادق عن المؤتمر الوطني العام. الداخل الليبي استبشر خيرا بهذا الاتفاق، ولكن ردة فعل شريحة كبيرة من المواطنين الليبيين لا تخفي تخوفها من الشيطان الذي يترصد تفاصيل الاتفاق. هي لحظة تاريخية، على الجميع أن يكون حريصا لإنجاحها. اتفاق ليبي خالص بأياد ليبية. هذا الاتفاق أتى بعد سلسلة جولات بدأت في المغرب وانتهت في تونس. معنا عبر الأقمار الصناعية المحلل السياسي الليبي الأستاذ عبد الله الكبير. أهلا بك أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، مرحبا أخي محمد، تحية لك وللسادة المشاهدين. أود بس أن أوضح، أنا لست محللا سياسيا، أنا كاتب صحفي مهتم ومتابع بشكل جيد للشأن الليبي. أهلا وسهلا بك كاتبا صحفيا وضيفا على الحلقة. أستاذ عبد الله، هذا الاتفاق لو نجعله في سياقه السياسي. طبعا هذا الاتفاق هو لا يرقى إلى أن يكون اتفاق، هو إعلان مبادئ،
بالتأكيد أي خطوة فيها لقاء ليبي دون وصايا خارجية لا نملك إلا أن نرحب بها، ولكن في تصوري أن هذا اللقاء الأخير والذي جاء بعد سلسلة من الحوارات السرية أو غير المعلن عنها في تونس بين النواب في طبرق وأعضاء المؤتمر الوطني في طرابلس، أعتقد أنها تأخرت كثيرا ولا زالت تنتظر الكثير حتى تفعل وتصبح واقعا ملموسا. فهناك اعتراضات كثيرة عليها من مجلس النواب ولم يتبلور رأي نهائي بشأنها من المؤتمر الوطني. في تصوري أنها أيضا لا تحظى بدعم كبير، يبدو أن الليبيين فقدوا الثقة في مجلس النواب وفي المؤتمر الوطني ولا ينتظرون حلا حقيقيا ونهائيا للأزمة الليبية من خلال هذين الجسمين اللذان تركآ كثيرا في اللقاء مع بعضهما البعض. أستاذ عبد الله، نعم. قبل أن نأتي إلى رد فعل الشارع، نعم، الليبي، هذا الاتفاق له سياق سياسي، يعني أتى بعد جولة من المفاوضات بدأت بالصخيرات ثم انتهت صخيرات بالمغرب ثم انتهت في تونس، لكن هذا الاتفاق هل هو نتيجة جولة المفاوضات أم نتيجة ضغط سياسي داخلي وخارجي؟ لا طبعا، هو يختلف عن جولات الحوار التي عقدت في الصخيرات. تلك الجولات أثمرت عن اتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة عن طريق مبعوثها السابق برناردينو ليون، وجاء كوبلر ليكمل المهمة. هذا مسار سياسي يختلف عن المسار السياسي الجديد الذي انطلق أو لنفترض أنه سينطلق بعد إعلان المبادئ الذي أعلن في تونس أول أمس. هما مساران مختلفان. إذا كان لقاء النواب مع أعضاء المؤتمر بشكل مباشر وجها لوجه ولأول مرة ربما والدخول في مفاوضات مباشرة يصب في مصلحة ذاك الحوار الذي تحفظ عليه الكثيرون، خاصة بعد تبيان تدخل أطراف خارجية في مآلاته وفي مساراته، إذا كان يصب بحيث يستمر ذاك الحوار ويتفق الطرفان الرئيسيان وهما البرلمان والمؤتمر على النقاط العالقة ويذللان كافة النقاط الخلافية والتحفظات لدى كل منهما حول هذا الاتفاق بما فيها تشكيلة الحكومة، سيكون مرحبا به. أما إذا كان مسار آخر ينسف حوار الصخيرات الذي رغم تحفظنا عليه ورغم أنه ليس مثاليا ورغم اتضاح أن هناك أطراف خارجية تدخلت فيه، ولكنه ربما هو أفضل المتاح الآن، خاصة أن المسودة فيها نقاط إيجابية كثيرة من الممكن البناء عليها. بعض التحفظات يمكن تجاوزها إذا التقى المؤتمر والبرلمان وجها لوجه واستمروا في الحوار. أما إذا أرادوا مسار مختلف عن مسار حوار الصخيرات الذي تشارك فيه أيضا أطراف أخرى مثل البلديات ومثل رؤساء الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، في اعتقادي أن هذا المسار لن يكتب له النجاح. أستاذ عبد الله، مسودة الصخيرات، نعم، تم اختراقها، نعم، سياسيا. أنت تحدثت عن أطراف خارجية دخلت على الخط، يعني التسريبات التي كشفت عن علاقة برناردينو ليون بطرف خارجي الإمارات العربية المتحدة جعل هناك اختراق سياسي لهذا لمسودة الاتفاق أو لكل العمل الذي برز في صخيرات. الآن لماذا الآن وصل الجميع إلى اتفاق؟ هذا ما نريد أن نعرفه. نعم، حوار الصخيرات والتسريبات الأخيرة التي بينت أن طرف متداخل في الأزمة كان يملي هذه النقاط في هذه المسودة، ولكن مع ذلك هناك الكثير من النقاط الإيجابية التي فرضتها الأطراف الوطنية على المسودة، رغم أن كل المتدخلين من أجل مصالحهم التي ليست بالضرورة متطابقة مع مصالح المجتمع الليبي. أيضا بإمكان المؤتمر والبرلمان أن يعدلوا هذه المسودة وأن يزيلوا كل نقاط الخلاف التي تتضمنها وأن يعدلوا حتى التشكيلة الحكومة ضد رغبة الأطراف الخارجية التي حاولت تجير هذا الاتفاق لمصلحتها، ولكن لكي يتحقق ذلك هناك شرط ضروري وهو اتفاق البرلمان والمؤتمر واستمرار الحوار حتى يحققوا ما يريدونه وما يحقق تطلعات الشعب الليبي. أستاذ عبد الله، نعم، في هذا الإطار معنا عبر الهاتف السيد محمود عبد العزيز
رئيس لجنة الإعلام في المؤتمر الوطني العام. أستاذ محمود أهلا بك. مرحبا أخي. أهلا أستاذ محمود. يعني اتفاق تونس أو إعلان المبادئ أتى كما ذكرنا في إطار سياق سياسي. أعيد نفس السؤال، هل أنت من جهتك في المؤتمر الوطني العام، هل هذه السياقات السياسية أتت لرغبة ذاتية داخلية أم لتوجس من أن ليبيا تصبح مرتع للتدخل الدولي؟ شكرا أخي الكريم. حقيقة بداية يجب أن نضع الأمور في سياقها الطبيعي وليس كما تفضل ضيف الكريم المحترم الأستاذ عبد الله الكبير. أخي، أثناء مفاوضات الصخيرات كانت الوفود الليبية تجلس كل وفد في غرفة لحالة، يعني برناردينو ليون، تخيل أخي الكريم، مفاوضات ليبية لم يسمح برناردينو ليون طيلة فترة الحوار بالتقاء المفاوضين الليبيين وجها لوجه. هنا نضع مجموعة خيوط، لا أدري هل الأستاذ عبد الله الكبير يعلم هذه أم لا. في هذه الأثناء حقيقة بعض الغيورين في المؤتمر الوطني وفي البرلمان، وكما يعلم الجميع أنه كلهم أتوا من كل مناطق ليبيا سواء في المؤتمر، بدوا يتواصلون مع بعضهم، وكانت المطالبات تعلو يوما بعد يوم بضرورة الحوار ليبي، وخاصة عندما نجد الخروقات الخطيرة عندما يأتي السيد سليم رعد وبرناردينو ليون وبدون إذن المؤتمر الوطني يلتقي ببعض الكتائب في صبراتة، ثم يلتقي بهم في زوارة، ثم يلتقي بهم في مصراتة، يدخل أطراف حوار بدون أي معايير، لا أدري ما هي المعايير التي دعيت بها بعض البلديات للحضور ولم يدع باقي البلديات. هذه أيضا خلقت انشقاق داخل الصف الليبي. لاحظنا كسياسيين وكمهتمين بالشأن السياسي وكمنتخبين عن الشارع الليبي أن السيد برناردينو ليون ومن معه في البعثة يلعبون لعبة. يعني سيد محمود عبد العزيز، سيد محمود، نعم. يعني وكأن برناردينو ليون كان عقبة وأزيحت وبالتالي وصلتم الاتفاق. نعم، دعني أكمل. إلى هذا الحد كان برناردينو ليون عقبة أم هناك يعني عقبات داخلية أخرى؟ لا أخي، برناردينو ليون ما كان له ليكون عقبة لولا صواته البعض من الداخل، يجب أن أقوله وبمنتهى الصراحة وعلى مسؤوليتي. من؟ أتت فضيحة الجارديان. من هي هذه الجهات سيد عبد محمود، من هي هذه الجهات المتواطئة مع برناردينو ليون داخليا؟ جهات لديها مصالح، جهات لديها مصالح في نفس المؤتمر الوطني وفي أن تكون هي اللاعب الرئيسي ما بعد الاتفاق. يعني ربما برناردينو ليون يعلمها أكثر مني أخي الكريم. الآن بعد فضيحة الجارديان توقعنا، وكان أيضا في لقاء مع أستاذنا المتداخل الآن ضيفكم الأستاذ عبدالله الكبير، وسألته على الهواء مباشرة، هل قرأت أخي المسودة التي تطلب منا التوقيع عليها؟ فأجاب في قناة بانوراما على الهواء مباشرة، لا للأسف لم أقرأها. فقلت له كيف تطلب منا أن نوقع ونتحمل المسؤولية التاريخية على شيء أنت لم تطلع عليه؟ وأنا أكرر نفس السؤال أخي، جاء في كلامه قبل قليل أن المسودة تحمل كثير من الإيجابيات، ليذكر لنا على الهواء مباشرة ما هي الإيجابيات التي تحملها مسودة وعدت وكتبت في أبو ظبي مسودة انقلابية بامتياز أخي الكريم. طيب سيد محمود نعم. يعني هذه المسودة الانقلابية كما ذكر سيد محمود عبد العزيز سيد عبد الله، يعني هذه المسودة الانقلابية حسب تعبير سيد محمود عبد العزيز، هل يمكن أن تكون يعني جامعة أو حاضنة سياسية لاتفاق بين الليبيين؟ يعني هنا أعيدك إلى ما ذكرت إليه، هل اليوم نتحدث عن نصف الصخيرات؟ نعم، وتحية للدكتور محمود في البداية، ضيفك من طرابلس. فيما ذكره بشأن
ليون الذي وضع الأطراف الليبية كل في غرفة وتلاعب بالحوار الليبي، ثم انكشفت حقيقة لماذا تلاعب ليون بالحوار الليبي ومنع الأطراف الليبية من التلاقي. أتفق معه في كل ما قاله. عندما طرح علي سؤال المسودة والاطلاع عليها في ذلك الوقت تعددت المسودات ولم تظهر إلى الإعلام المسودة الأخيرة، وبالتالي لم تتح لي فرصة الاطلاع عليها، ولكن الآن المسودة معلنة واطلعت عليها أكثر من مرة. من النقاط الإيجابية على سبيل المثال أن الحكومة لها صلاحيات واسعة، ونحن في مرحلة نحتاج فيها إلى حكومة لها صلاحيات واسعة لتدارك الأخطار الأمنية والانهيارات الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا. أيضا من مميزات صلاحيات الحكومة الواسعة أن لا تكون مقيدة لا ببرلمان ولا بمجلس دولة أو مؤتمر وطني سابق كما وقع مع الحكومات السابقة التي كبلت من خلال المؤتمر الوطني ولم تتحرك بفاعلية. أيضا يعني من النقاط الإيجابية في المسودة أن كل المناصب السيادية ستكون سيد عبد الله تريد أن تسحب بعض صلاحيات تريد أن تسحب بعض صلاحيات المؤتمر الوطني العام أو البرلمان الليبي لصالح الحكومة. نعم، الحكومة ستكون لها صلاحيات واسعة بحيث أن مسألة سحب الثقة منها أمر شبه مستحيل. هي على أي حال لن تستغرق إلا سنة أو سنتين، ربما تستطيع إذا توفرت لها الأجواء الملائمة والإمكانيات المناسبة أن تعيد شيء من الأمن إلى الشارع الليبي، أن توقف انهيار الدينار الليبي، أن تعيد الاقتصاد الليبي إلى مساره الصحيح. أيضا من إيجابيات المسودة أن كل المناصب الأمنية والعسكرية والمناصب الخاصة بمؤسسات الدولة سوف تسميها رئاسة الحكومة. ثم أن الشيء الإيجابي الذي لا يمكن أن ننكره في هذه المسودة أنها ستعيد مؤسسات البلد وستعيد البلد طيب برمته تحت حكومة واحدة، أي ستعود ليبيا موحدة وليست كما هي الآن مقسمة بين جسمين وبين حكومتين. سيد عبدالله، نتحدث عن مؤسسات. سيد محمود عبد العزيز، يعني هل يوم هذا الاتفاق قادر أن يعيد إلى ليبيا هيبة مؤسسة الدولة؟ أخي الكريم، حقيقة عندما التقى الأطراف في تونس وكانت بترتيبات مهمة جدا منذ ما يزيد عن شهرين أو ثلاثة، الحمد لله توجد في لقاء مهم جدا بين طرفي مجلس النواب. أنا متأكد أن العديد، أنا أقولها وأيضا أتحمل مسؤولية ما أقول، في داخل المؤتمر الوطني، في المجتمع الليبي، في مجلس النواب المنحل في طبرق، أخي العديد لديهم مصالح وتلقوا وعود بأن يكون لهم حظ في الحكومة. يعني تتحدث عن محاصصة هناك سيد محمود، تتحدث عن محاصصة؟ نعم، وأنا أقول يا أخي، أنا دعني أقولها لأخي عبد الله. أخي أنا شخصيا عرضوا علي أترك ما المسار اللي أنت ذهب فيه وخذ وزير، أقسم بالله، وأنا مسؤول عن كلامي يا أخي. يعني البلد، هل لو أردنا مصلحتنا ولو أردنا أن نبيع يا أخي، كلام الله لا يجوز أن يخرج منه. ثم أخي عبد الله، دعني أقول لك أن المسودة التي تحكي عليها والنسخة الأخيرة التي أرسلها كوبلر، أنا أحفظها عن ظهر قلب، أرجع المناصب السيادية بالكامل عند مجلس النواب، هذا موجود في الصفحة 7 في المادة 15، وأيضا المادة رقم 1 بند رقم 3 في حكومة الوفاق، أن بدل أن تكون 3 من رئيس ونائبين لهم حق الفيتو أصبحت ب9. يا أخي يعني أعتقد طيب سيد محمود، سيد محمود في هذه النقطة، أساسا يعني الأستاذ عبد الله تحدث عن صلاحيات كبيرة للحكومة، وكأنه يشير بأن أي جهة تشريعية، برلمان، مؤتمر وطني إلى آخره، هذه الجهة التشريعية ممكن تكون جهة معطلة وليست جهة داعمة للحكومة. لا أخي، هذا الكلام غير مش موجود في المسودة. المسودة الأخيرة التي لا نتحدث عن اتفاق المبادئ وما بعد اتفاق المبادئ. شكرا. إعلان المبادئ أخي ينص على إنشاء حكومة بصلاحيات واسعة وجسم تشريعي بصلاحيات محدودة مكون من غرفتين، وأيضا
وأيضا للخروج من متاهة الدستور التي وضعتنا فيها هذه اللجنة التي الجميع يعلم خلفيات انتخابها وكيف تحولت الإعلان الدستوري من تسميتها من خلال المؤتمر إلى الانتخاب، ونحن عصرنا كل هذا أخي الكريم لإعلان المبادئ غير مفصل. الآن تم الاتفاق على اللجان تتكون وتفصل دستور 63، ثم تخرج حكومة. نحن مع حكومة بصلاحيات واسعة لا يتم التلاعب فيها برئيس ونائبين، نائب يسمى من البرلمان، وهذا أيضا بناء على ما تم. طيب سيد محمود عبد العزيز، سيد محمود، سيد محمود، هذا اتفاق غير مفصل، هذا اتفاق غير مفصل. سيد عبد الله، أنا نخشى من أن يختفي الشيطان في التفاصيل. والله في الحقيقة أنا أحب أن أوضح للدكتور محمود، أنا أتمنى اتفاق ليبي ليبي وأن توافق عليه أغلب الأطراف وليس بالضرورة كلها، ولكن كان هذا متعذرا طوال فترة الأزمة. هناك دعوات كثيرة للأطراف الليبية أن تلتقي في ليبيا من الداخل ومن الخارج، ولكنهم لم يتمكنوا من التلاقي وتذليل الخلافات القائمة بينهما. إعلان المبادئ حتى وإن كنا نرحب به، لقاء ليبي ليبي خالص بدون رعاية خارجية، بدون تدخل خارجي، هل يضمن الدكتور محمود موافقة البرلمان والمؤتمر على إعلان المبادئ هذا؟ وهل يضمن موافقة الشارع الليبي أو أغلبية الشارع الليبي والحصول على تأييد واسع لهذا الاتفاق والمسارعة بتنفيذ هذا الاتفاق حتى ننسف حوار الأمم المتحدة والاتفاق الذي توصلوا إليه، رغم سلبياته ورغم المثالب الكثيرة ورغم الألغام الكثيرة التي نحن متأكدون أنها موجودة في هذه الاتفاقية؟ من سيفكك هذه الألغام سيد عبد الله؟ من سيفكك هذه الألغام؟ البرلمان والمؤتمر سوف يمضون قدما في هذا الاتفاق. نعم، من سيفكك هذه الألغام الموجودة في الاتفاق في المسودة التسخيرات يعني؟ نعم، هذا سؤال مهم. هذه الألغام وهذه النقاط الموجودة في اتفاقية الصخيرات نعول على لقاء المؤتمر والبرلمان وجها لوجه بعد أن تهدم الجدار في اللقاء الذي جرى في تونس، وأن يزيل هذه الألغام ويزيل كل النقاط الخلافية، وأن يستعيدوا الثقة في بعضهما البعض وينجزا اتفاق، وربما يغيرون حتى الحكومة بالكامل ويفرضون على المجتمع الدولي وعلى كوبلر اتفاقهم عندما يكونون يدا واحدة ومتفقون على هذه الاتفاقية. سيد محمود، يعني هل اليوم البرلمان طبرق والمؤتمر الوطني العام، يعني الأطراف الليبية التي وقعت على اتفاق تونس، هل هي لها القدرة على أن تفرض الاتفاق داخليا وخارجيا؟ أنا أتفق مع صديقي الأستاذ عبد الله الكبير، أحييه. نعم أتفق معه بالفعل، يجب أن الآن تكسر الحاجز، يجب أن يجلسوا يستمروا في الجلوس تفكيك الغام. ماشي يا سيدي، بالفعل هناك أشياء في المسودة يجب أن تلغى، يجب أن نبني على ما بعض ما جاء في المسودة وننطلق منه. هذه أشياء لا عيب فيها، وبالعكس يتم تداولها ويتم مناقشتها. اليوم في اللجنة السياسية في المؤتمر الوطني كان هناك اجتماع، ربما أريد أن أضيف ولعل هذا وبسرعة لو سمحت يعتبر طبق لقناتكم، أن تخيلوا أن المسؤول الأمني الإيطالي باولو سيري اليوم أرسل رسالة لبعض الكتائب الأمنية يريد أن يجتمع معها غدا في مصراتة. يا أخي، هل السيادة الليبية منتهكة يا أخي عبد الله الكبير إلى هذه الدرجة؟ تخيلوا مسج عبر التليفونات تصل إلى بعض الكتائب، وأنا وصلتني نسخة منها، يعني هذا يعني لم يدع في الإعلام قبل هذا. تخيل الأمم المتحدة التي هي ميسر للحوار ترسل اليوم رسائل على أجهزة المحمول لبعض مسؤولي الكتائب للاجتماع بهم غدا في مصراتة. طبعا ماذا صحة هذه المسجات؟ هل هي من الأمم المتحدة فعلا؟ وصلت لي نسخة منها قبل قليل. يعني إذا صحت هذه الرسائل، هذه الرسائل من الأمم المتحدة، معناها ما زالت بعثة الأمم المتحدة مصرة على التلاعب. سيد محمود يعني في إشارة، سيد محمود عبد العزيز في إشارة
في إشارة لتدخل الأطراف الأجنبية، أكيد لاتفاق المبادئ المعلن في تونس انعكاس على دول الجوار وعلى الخارج الليبي. هذا ما سنراه في المحور الثاني من محطات مغربية، ولكن بعد الفصل. Dear Mr. President, I have been writing a letter to you year after year. I'm 11 years old now. I keep on writing a different letter because as I grow up, I keep on learning more. You are a very good president, and I'm really honest about this. I knew you were going to be the president from the bottom of my heart. And there is just one favor I need from you. But first, I need to introduce myself. I'm one of the proud daughters of the Holy Land Five. My father and four other great men were put into jail for nothing. They got really long sentencing too. My father got 65 years. He did not hurt anyone or anything. If anything, he helped people. He first went to jail when I was 3 years old. Then he came back after 10 days. In November 2008, after 2 long trials, they took him and the other men to prison again. Now, the favor I really want from you is that I want you to free the HLF-5. You are the only one who can do this, and I hope you will. Did you know I have the same birthday as Dr. Martin Luther King Jr.? Maybe that's why we seem the same. Also, I have a question for you. If Martin Luther King was still alive, would these 5 men have been in jail? I never knew feeding children was a crime. But these great men and their families are suffering. They are innocent. Look in their files and study their case, please. I'm sure that you will find it. Also, all these men should be free. حينما يغدو تكميم الأفواه سياسة ثابتة، وحينما توضع الحواجز أمام الآراء، تفتح الحوار للمشاهدين باباً للتعبير عن آرائهم بحرية تامة. الرأي الحر فضاء حده السماء، يأتيكم في الأوقات التالية. اتفاق المبادئ الذي أعلن في تونس بين فرقاء الليبيين، واقع هذا الاتفاق ثم مستقبل هذا الاتفاق بعيدا عن التدخل الخارجي ثم انعكاسات هذا الاتفاق على الخارج الليبي. هذه جملة العناوين الكبرى التي ناقشناها في بداية الحلقة مع الأستاذ عبدالله الكبير. أستاذ عبدالله، يعني اليوم كأنك أشرت في أول الحلقة أن الطرف الخارجي هو جزء من الأزمة في ليبيا. نعم، بالتأكيد الأزمة الليبية لو أنها تعلقت بالأطراف الليبية أو بالداخل فقط لما استغرقت كل هذا الوقت، ولكن التدخلات الخارجية سواء كانت إقليمية أو دولية، كل يناصر أطراف له في ليبيا، كل له أجندة أو له مصالح في ليبيا، أججت هذا الصراع. هذا أمر غير خافي، والدليل أنه في حوار الصخيرات كل سفراء الدول المتداخلة في الشأن الليبي أو المعنية بالصراع الليبي كانت حاضرة وتتابع تفاصيل الاتفاق خطوة بخطوة. ولكن نعم، كانت هناك تدخلات حميدة، يعني المبادرات من الجزائر، احتضان المغرب لهذا الحوار، أيضا التدخلات التونسية، يعني كانت هناك مبادرات خارجية، القطرية أيضا، التركية أحيانا، يعني وكانت هناك مبادرات من أجل تجميع الفرقاء الليبيين. ليس كل الخارج يعني عدو للداخل الليبي. صحيح، ليس كل الخارج عدو للداخل الليبي، وليس كل الخارج أيضا صديق للداخل الليبي. كل دولة تتدخل من أجل مصالحها. صحيح، الدول المغرب العربي كانت تدخلها إيجابي في الشأن الليبي. بالنسبة للمغرب نأت بنفسها تماما عن الصراع الليبي ولم تتمنى إلا الخير للشأن الليبي، وهذه سياسة معروفة بالنسبة للمغرب، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ما عدا استثناءات بسيطة كما تدخلوا في اليمن مجاملة للنظام الملكي في السعودية. الجزائر أيضا تدخلها إيجابي ووقفت بقوة ضد التدخل العسكري لأنها معنية بالصراع في ليبيا. أي انفجار للأوضاع في ليبيا سيؤثر على الجزائر.
تونس أيضا أي توتر في ليبيا يؤثر عليها، بل إن التوتر في ليبيا والفوضى في ليبيا والمجموعات المسلحة التي تخطف التوانسة في ليبيا تشكل كابوس يقض مضجع الحكومات التونسية المتعاقبة، وبالتالي من مصلحة تونس استقرار ليبيا. ولكن على الجانب الآخر على الضفة الشرقية هناك دول معادية للتيار الإسلامي وتريد أن تنقل الصراع إلى داخل ليبيا، لا تريد للتيار الإسلامي أي وجود أو أي مساهمة في مستقبل ليبيا. طبعا هذا مرفوض. نحن نريد بعد أن تخلصنا من الدكتاتور، تخلصنا من الرأي الواحد، أن نعطي الفرصة لكل التيارات ولكل الأفكار المنسجمة مع البيئة الليبية، خاصة التيارات الإسلامية المعتدلة، أن للحديث للحديث عن الجوار الليبي معنا عبر سكايب من تونس الإعلامي رواد أجبالي. رواد أجبالي معنا من تونس عبر سكايب وهو إعلامي ومتابع للشأن الليبي. نعم، السلام عليكم. يبدو أن الاتصال مع رواد ليس جائزا بعد. نعود إليك سيد عبد الله، أنت أشرت أن الشارع الليبي فقد الثقة في يعني في البرلمان وفقد ثقة في المؤتمر الوطني العام، يعني فقد ثقة في النخبة السياسية، هل يمكن استرجاع هذه الثقة بعد اتفاق تونس؟ إذا كان اتفاق تونس أو إعلان المبادئ الذي تم في تونس نتج عنه جولات أخرى من الحوار وتوسع لمشاركة أطراف أخرى وتلاقى في نقطة مع حوار الصخيرات، بمعنى أن الأطراف التي كانت مشاركة في حوار الصخيرات هي أيضا دخلت في هذا الحوار، إذا كان مصب هذا الحوار مع حوار الصخيرات في مجرى واحد يهدف إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تحظى بدعم الأغلبية في الداخل والخارج ومقبولة من كل الأطراف، مع اتفاق مقبول من كل الأطراف، فبالتأكيد سيلاقي هذا الاتفاق الترحيب. لا أحد يعترض على أي لقاء ليبي، بل أننا ناشدنا الأطراف الليبية أن تلتقي مبكرا حتى قبل أن ينفجر الصراع، ولكن اتفاق المبادئ هذا في طريقه عقبات كثيرة، أولها الرفض من قبل البرلمان. سنتحدث عن هذه العقبات سيد عبد الله. سيد عبد الله عن هذه العقبات. نعم. ولكن معنا من تونس رواد أجبالي. رواد أجبالي عبر سكايب، أهلا بك رواد أجبالي الإعلامي والمدون، وأنت يعني متابع جيد لشأن الليبي. سيد رواد، أنتم في تونس كيف تلقيتم هذا الاتفاق؟ وتونس هي التي احتضنت هذه المفاوضات التي كانت في أولها سرية ثم انتهت بإعلان اتفاق المبادئ. طبعا نحن كتونسيين يعني نتقبل هذا الخبر يعني بفرحتين، الأولى أن الحوار يعني أن تونس تحتضن هذا الحوار أو توفر أرضية ليكون يعني الحوار هذا وشيء من هذا، ثم الأمن القومي المغاربي الجزائر تونس يعني هذا شأن يهم الجميع في الحقيقة. النقطة الثانية وهو أن نحن يعني نعبر عن سعادتنا لأن الحل هو حوار ليبي ليبي بدون تدخلات، يجتمع فيه جميع الأطراف من أجل مصالحة وطنية شاملة، من أجل وحدة وطنية، من أجل تناسي الأحقاد، وهذا يعني مطلب رقم واحد، وإحنا نعتبر هذا الحل هو خطوة نحو الانفراج. طيب كيف سنجد انعكاس لهذا الاتفاق على العلاقات التونسية الليبية مثلا؟ طبعا أي استقرار في المنطقة هو يهم يعني كامل المغرب العربي صراحة، يعني نحن يعني لنا أولويتين، الأولى تحدي أمني وإرهابي، والثاني هو تحدي يعني اقتصادي. فالحدود الليبية الجزائرية المغربية يعني مرتبطة يعني بالأمن القومي من يعني تنقل الإرهاب وهذا، ثم تنقل يعني التهريب وهذا يعني ينعكس على الاقتصاد، فكل المنطقة أمنيا واقتصاديا يعني مرتبطة وهو أمن قومي. يعني سيد رواد، يعني تتحدث عن أمن قومي وعن يعني انعكاس إيجابي، ولكن هناك دعوات وهناك مواقف رسمية، أولا إغلاق الحدود، دعوات لإغلاق حدود نهائي مع ليبيا، معاملات أحيانا في الحدود وصلت إلى حد الاشتباكات وطلق ناري، يعني هل يمكن اليوم نتحدث عن أجواء طيبة ممكن تحتضن اتفاق؟ نحن على يقين أن
هذا بداية الحل وسينعكس إيجابي، وسنتقبل هذه الخطوة بإيجابية جديدة. الخطر يا أخي ليس جزائري على ليبيا وليس تونسي على ليبيا، الخطر هو يأتي من دول أصبحت معلومة تتدخل يعني بصفة فجة يعني في الواقع الليبي وتراهن على تقسيم ليبيا وإفساد الحوار. الإمارات تدفع ملايين يعني المليارات مئات المليارات، مصر تتدخل كذلك، أطراف أخرى أيضا تطمع يعني في تقسيم ليبيا. طيب. لأنها لكثير من الأسباب الحقيقة. سيد رواد، تونس أول من سترحب وستثمن مثل هذه الخطوة. طيب. ولن يكون الاستثناء التونسي من أجل الاستقرار. طيب. سيد رواد تحدثت عن التدخل الخارجي، يمكن هناك عديد الأطراف لها مصلحة في أن ليبيا لا تعرف الاستقرار، ويمكن تكون انتكاسة من جبل انتكاسات الربيع العربي. سيد عبد الله الكبير، يعني ذكر سيد رواد أن تونس يعني هي مستفيدة من هذا الاتفاق، ولكن واقع الحال يقول عكس ذلك. يعني تونس اليوم والرسمية التونسية وزير خارجية له عديد التصريحات أن الشأن الليبي شأن مزعج، وحتى هناك من صرح عن بعض الشخصيات السياسية أن الشأن الليبي هو شأن غير مرحب به في تونس. كيف ترى المسألة أنت اليوم؟ طبعا نتفهم هذه التصريحات التونسية نظرا لبعض المشاكل التي تطرأ في تونس وسببها في ليبيا، مثلما على سبيل المثال يلقون القبض على مواطن ليبي بتهمة جنائية، تقوم مجموعات مسلحة أو أصدقائه بخطف توانسة ثم يساومون الحكومة التونسية على إطلاق سراح سجينهم رغم أنه يستحق العقوبة ويستحق ما أسدي أو أن التهمة ثابتة عليه. هذه مشكلة بالنسبة لي التوانسة. أيضا بعض التوانسة تلقوا تدريبات على السلاح في ليبيا، ولو أن العمليات الإرهابية التي تمت في تونس نفذها تونسيون ولم ينفذها ليبي، وتهمة أن الإرهاب يأتي من ليبيا تهمة نرفضها من الأشقاء التوانسة. أيضا المشاكل ولكن سيد عبد الله، هذه تهم أتت من الرسمية التونسية من الحكومة التونسية للأسف. يعني نعم، نحن نقول للحكومة التونسية التي تقول أن الإرهاب يأتي من ليبيا، نقول لها أن أولا بالدليل القاطع أن أكثر عدد من الإرهابيين في تنظيم داعش سواء في ليبيا أو في سوريا والعراق هم من تونس، أكثر حتى من السعودية المصدر الرئيسي للحركات المتطرفة. هذا أولا. ثانيا فليأتوا لنا بليبي فجر نفسه يعني بعملية إرهابية في تونس. سيد عبدالله هذه وجهة نظرك أن مصادر إرهاب هذه وجهة. نعم. نظرك يعني ليبيا. نعم هذه وجهة نظري. طيب. أيضا نعترف تفضل نعترف بأن بسبب الفوضى في ليبيا هناك حركة للمنظمات المتشددة والمنظمات المتطرفة التي وجدت موطئ قدم في ليبيا وتصدر نشاطها عبر توانسة، بالضرورة عبر توانسة إلى تونس أو إلى الجزائر أو إلى أي دولة أخرى، وليسوا ليبيين. طيب سيد عبد الله، بلد فيها تنظيمات إرهابية، فيها تنظيمات متشددة تؤثر في المنطقة كلها، ولكن عدد الليبيين فيها محدود. طيب جدا. سيد عبد الله يرفضون الإرهاب. سيد عبد الله ومعتدلون. نعم. سيد عبد الله، طيب يعني الجوار الليبي يعني تونس تأثرت ب يعني أجواء الفوضى والتوتر التي كانت في ليبيا وانعكس ذلك حتى على مواقف رسمية. هناك دولة أخرى وهي مصر، ومعنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي علاء فاروق. سيد علاء، يعني هذا الاتفاق أعلان المبادئ في تونس بين الفرقاء الليبيين، هل يمكن أن يزيل عقبة في علاقات الليبية المصرية؟ سيد علاء، يبدو أن فقدنا الاتصال بسيد علاء فاروق. أعود إليك رواد جبالي الإعلامي التونسي. يعني اليوم هذا الاتفاق قد يعني استقبل في الشارع الليبي بنوع من التوجس، ولكن الغريب أن تقريبا كل وسائل الإعلام المغاربية وخاصة التونسية رحبت وحتى غطت تغطية مباشرة هذا الاتفاق. يعني اليوم
تونس هل تنفست السعداء؟ نعم يعني أخي محمد، يعني حتى في تونس يعني هناك من تلقى الخبر يعني بإيجابية، وهناك من يبدي تحفظ، وهناك من يقول أن يعني تساؤلات أن الطرف المنفي هل له يعني تأثير، هل المفاوضات أصبحت جدية. يعني هناك من تقبل الموضوع يعني بتحفظ، لكن عموما على المستوى السياسي وعلى المستوى يعني حتى الشعبي يعني هناك تقبل إيجابي جدا للموضوع، وهو بداية الحل، لأن الاستقرار الليبي هو شأن داخلي نعم، لكنه شأن إقليمي أيضا. فسأعتبر نفسي لم أستمع إلى بعض الحديث، مثلا أن تونس يعني مصدر الأول للإرهاب، هذا حديث غير صحيح، لأن هناك عديد البلدان يعني تفوق تونس، وهي ظاهرة عابرة للأوطان، من يعني من كندا، من أمريكا، من فرنسا، من ألمانيا. يعني سيد رواد، هذا العتب والعتب المتبادل بين كاتب صحفي وإعلامي، هل هو ممكن أن تكون بيئة صحية لعلاقات متوازنة تونسية ليبية؟ نحن نستبشر الخير. الشعب التونسي شعب مضيف، اليوم ليبيين موجودين هنا في تونس، نحن نجدد يعني الثقة في الشعب الليبي، في النخبة الليبية التي اليوم يعني تخطو خطوة يعني إيجابية نحو الحل، نحو المصالحة، نحو يعني دفن الأحقاد، نحو حكومة الائتلاف والوحدة، نحو دستور، نحو مؤسسات في الدولة. طيب. إذا توفر هذا سينعكس يعني إيجابيا على الأمن وعلى الاقتصاد وعلى يعني صد الباب أمام المتدخلين. سنرى سيد رواد، سنرى موقف آخر من انعكاس هذا الاتفاق على الشأن الليبي. مصر، علاء فاروق معنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. سيد علاء أهلا بك. أهلا وسهلا. سيد علاء فاروق، يعني مصر تورطت في الرمال المتحركة في ليبيا، كيف يمكن لهذا الاتفاق أن يعيد إلى العلاقات الليبية المصرية شيء من الدفء، يمكن أن يعيد هذه العلاقات أيضا إلى وضعها الطبيعي؟ دعني أعود معك إلى التصريحات الرسمية المصرية، هي كانت دائما تؤيد الحوار وتقف بجانبه وتريد أن يخرج الليبيين من الأزمة الراهنة، يعني هذا كان موقف الرسمي لمصر، ولكنها كانت تؤيد الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة فقط أو يرعاه البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، فكانت هذا. ولكن إذا دخل المؤتمر الوطني عام على الخط السياسي، وبين قوسين أن المصريين يصنفون أو الموقف الرسمي من مصر يصنف المؤتمر على أنه مجموعة من الكتل الإسلامية فقط، ربما لغياب الصورة أو ضبابية الصورة عند الموقف الرسمي، ولكن أقول لك أن هذا الاتفاق الضلع يعني يقطع يعيد العلاقات المصرية الليبية إلى عهد يعني أنها دولة شقيقة، وأن هناك عمالة، وأن هناك علاقات حقيقية. هذا فقط يتحقق عندما يقطع هذا الاتفاق الطريق على حفتر ومن معه من الميليشيات أن يكملوا في طريقه. بلدي مصر أنت تعلم، ولكن سيد علاء وتؤيد المنطقة الشرقية وتريد القضاء على بين قوسين الإسلاميين أو الإسلام السياسي. طيب سيد علاء فاروق، يعني حفتر ومن يعني هو في دائرة السياسية والعسكرية لحفتر هو مدعوم بشكل مباشر من مصر، من النظام القائم. أيوة نعم أنا أعرف ذلك وأنا أكدت هذه المعلومة، ولكن أقول لك إذا الاتفاق قطع الطريق على حفتر ورجاله فلا يكون أمام مصر أي مراهنات يعني أو أي أوراق ضغط تضغط على الجميع، ولكنها ستعود إلى أن تكون العلاقات مع الدولة الليبية أيا ما يكون من يمثلها، أيا ما تكون الحكومة، أيا ما يكون مقرها، لا يكون أمام مصر إلا أن تعيد علاقاتها الطيبة مع ليبيا والعلاقات الحقيقية، وليس علاقات المجاملات أمام الكاميرات. طيب سنحمل هذه الفكرة إلى طريق الأفضل ستعود العلاقات. طيب سنحمل هذه الفكرة إلى الأستاذ عبد الله الكبير. أستاذ عبد الله، هذا الاتفاق لو قطع الطريق أمام حفتر، أولا هل يمكن لهذا الاتفاق أن يقطع الطريق أمام حفتر؟ طبعا حتى الآن بالنسبة لمسودة الصخيرات أعتقد أن حفتر خارج اللعبة وفقا للمسودة، على اعتبار أن المناصب السيادية كلها شاغرة، ولكن إذا تم البناء على اتفاق جديد وفقا لما أعلن في تونس أول أمس من اتفاق مبادي،
هذا حسب ما تصل إليه الأطراف الليبية بشأن المؤسسات السيادية، ولكن حفتر حتى الآن له أنصار كثيرون سواء في البرلمان أو في المنطقة الشرقية بشكل عام. نعم، لكن يعني حفتر أو يعني أطراف المناوئة لاتفاق تونس اليوم هي مدعومة يعني من مصر، مدعومة من بعض الأطراف يعني إقليمية، هل ممكن هذا الدعم أن يكون أيضا هو سبب لأزمة جديدة؟ ونتحدث مباشرة على مصر. طبعا استمرار أي دعم عسكري في ليبيا هو مراهنة على استمرار الأزمة وعلى الحل العسكري. في تصوري الخاص أن مشروع حفتر في ليبيا سيبوء بالفشل ولن يحقق أي نتائج تذكر. هو رفع شعار محاربة الإرهاب، تفاقم الإرهاب وتزايد القتل وتزايد العنف بعد إعلان عملية الكرامة. ولعل التقرير الأخير الصادر عن المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من حوالي 70 صفحة وربما أكثر، يبين كافة الجرائم التي وقعت في ليبيا سواء من القوات التي يقودها حفتر أو من القوات الأخرى، وبالتالي كل ما جرى من صراع لم يحقق أي استقرار في ليبيا، بل زاد من الفوضى وزاد من الأزمة، وحفتر أحد الذين يتحملون المسؤولية في هذه الفوضى. سيد عبدالله، في الحديث عن الإرهاب، الفوضى، الجريمة، المدة الأخيرة العلاقات التونسية الليبية تقريبا اتسمت بهذه العناوين: الإرهاب، الجريمة، والفوضى. رواد، لماذا الإعلام التونسي ركز فقط في الوضع الليبي، على معسكرات تدريب الجهاديين، على اختطاف الليبيين، ولم على التونسيين بليفي عفوا، ولكن لم يركز على أن الداخل الليبي في حاجة إلى دعم تونسي أيضا؟ نعم، شكرا أستاذ محمد، أنت يعني تضع يدك يعني على الجرح. يعني هذه يعني في تونس هناك أزمة يعني في التعاطي مع هذا الملف من ناحية النخبة أو من ناحية الإعلام أو أطراف معينة حتى نقول. من مثلا؟ يعني كل من له مصلحة في يعني عدم التركيز على لب الموضوع. نحن نعلم جيدا أن هناك سيد رواد، من له هذه المصلحة؟ من هو هذا الشبح؟ الجميع يتحدث عن من له مصلحة. سأوضح. هناك من يستميت ويدفع المليارات من أجل إفساد التجربة التونسية أو ما نسميها الاستثناء التونسي، ولا نريد استثناء تونسي، في الحقيقة نريده يعني ليبي مغاربي جزائري. لكن يعني كل من له، هناك أطراف حقيقة يعني راهنت على تقسيم ليبيا بمنطق الإرهاب. حتى في تونس يعني أطراف تونسية تقسم في تونس وفي غير تونس. حتى أكون واضحا، أقول الإمارات بشكل واضح، هناك من تورط في مصر ويريد يعني استغلال الغرب الليبي من أجل يعني إعادة تمويل. طيب 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 رواد، نأخذ هذه الفكرة إلى أستاذ علاء فاروق. يعني هل فعلا يعني مصر كانت تعمل بالوكالة لصالح أطراف أخرى خارجية في الداخل الليبي؟ لا، ليس يعني بهذه الصورة، ولكن أنا أقول لك مصر تعمل لمصالحها. طبعا كان من مصلحة مصر بعد ما حدث فيها من وصول يعني المؤسسة العسكرية للسيطرة مرة أخرى على الوضع في مصر، كان من مصلحتها أيضا أن يكون هناك عسكري في دول الجوار، من الممكن التنسيق معه، من الممكن أيضا التدخل الليبي بدون يعني حتى بدون إعلان يعني، مثل الطمع في النفط الليبي والطمع في أشياء كثيرة موجودة يعني، ولكن ليس فيها تعمل بالوكالة، هي كانت تعمل لمصالحها ومصالح النظام القائم. لكن أنا كما قلت لك، الآن ليس أمام مصر إلا أن تعيد علاقتها مع ليبيا، خاصة بعد فشل المراهنة على حفتر وفشلوا في تحقيق أي نتائج في المنطقة الشرقية. فمصر الآن ليست أمامها إلا أن تعود إلى الدولة الليبية، فالوضع الحالي في مصر يمر بأزمة خانقة يعني سياسيا. طيب طيب سيد علاء، سيد علاء، كيف لا قدرة على فتح جبهات أخرى يعني؟ طيب سيد علاء، كيف يمكن أن تعود هذه العلاقات إلى وضعها الطبيعي وبين هناك دم ليبي سال وهناك دم مصري سال؟ يعني المسألة ليست بهذه البساطة يعني على ما أعتقد. ليست بهذه البساطة، ولكن أنا أقول لك عندما يعني توجد إرادة حقيقية ما بين الشعوب، ناهيك عن الحكومات أيضا هي ليست من مصلحتها أظن يعني أن تعود العلاقات أو غيرها،
ولكن الشعوب قادرة على أن تضغط على مثل هذه الحكومات على أن تقدم الجناه للمحاكمة عندما يقدم الجناه في البلدين أو في الطرفين للمحاكمة، عندما يعني تعود الحقوق إلى أصحابها سواء هنا أو هناك، عندما يعترف هؤلاء أنهم أخطأوا، يعني عندما يعني يعترف سيد علاء أنهم قتلوا، في هذه النقطة ربما يكون هناك بداية في هذه النقطة سيد علاء، يعني تقول يقدم الجناه للمحاكمة، هل يعني الاشتباه، يعني هناك تقارير تتحدث عن طائرات مصرية أغارت على ليبيا على مدنيين ليبيين، يعني هل سنقدم اليوم، من سنقدم للمحاكمة، يعني المؤسسة العسكرية، الطيار، من؟ يعني هنا ربما يعني لما يعني تستطيع الدولة الليبية أن تأخذ موقف، ممكن أن يتم تدوير القضية، يعني أنا أكون صريح معك، يعني عندما هناك يعني يتم إثبات الأمر أن الطائرات مصرية وقتلت ليبيين مثل ما حدث في درنا أو غيرها، يبد من تدوير القضية في هذا الوقت، وهذا ليس له علاقة بأن هناك علاقات أو لا، يعني هناك حقوق لابد أن تؤخذ، والعلاقات أنا أقصد العلاقات على مستوى الشعب لابد أن تعود قوية على مستوى مثلا المطارات والسفر وغير ذلك، على المستوى السياسي ربما ستأخذ وقت، لكن ليس هناك حل، أنا أقول لك ليس هناك حل أمام مصر إلا العودة إلى العلاقات مع ليبيا ولو يعني بشكل تعاوني في البداية، ولكن أن تعود يعني قوية يعني مستبعد كما ذكرت أن هناك دماء ما بين الطرفين. طيب سيد علاء، يعني سيد عبد الله، اليوم هل الخارج الليبي يمكن أن يكون ضمانة لنجاح اتفاق تونس أو أي اتفاق آخر يوصل بليبيا إلى وضع هادئ وعودة مؤسسة الدولة؟ طبعا في تصوري بدون ضمانات خارجية أو بدون مساعدة دولية لا يمكن تنفيذ أي اتفاق بين الأطراف الليبية لعدة أسباب، لأن هناك من سيعرقلون هذا الاتفاق، ربما تكون هناك تدخلات خارجية لعرقلة هذا الاتفاق، لأن من مصلحتها استمرار حالة الفوضى وحالة الانقسام والتشظي في ليبيا، هناك مجموعات مسلحة وأطراف أخرى إذا لم يكن هذا الاتفاق لمصلحتها ربما تعمل على إفشال هذا الاتفاق، وبالتالي وجود المجتمع الدولي، وجود ضمانات من المجتمع الدولي، الوعود التي وعدت بها الأمم المتحدة بأنها ستعاقب من يعرقل الحل السلمي والحل السياسي في ليبيا، الدعم الذي يجب أن تتلقاه الحكومة خاصة في الأسابيع الأولى أو الشهور الأولى، كل هذه العوامل ستكون عوامل من شأنها أن تنجح الحكومة وستساعدها على العمل، بدونها في اعتقادي لن تستطيع أي حكومة أن تنقذ ليبيا من أزماتها المتفاقمة. رواد جبالي من تونس، ماذا وباختصار شديد في ثواني، ماذا يمكن أن تقدم تونس من أجل نجاح التجربة الليبية أيضا ويمكن أن تصبح استثناء باختصار؟ أولا أول اعتراف بالحكومة الجديدة إن شاء الله سيكون هو اعتراف تونسي بامتياز، نحن نثمن هذا، نحن ندعو يعني الإخوة الليبيين لعدم توريث الأحقاد، للوحدة الوطنية، للتمسك بالحكم التشاركي وبناء المؤسسات، يعني هذا سيكون دعم غير مشروط للشقيقة ليبيا، هذا أول شيء. ثانيا يعني لابد من تحذير الإخوة الليبيين أن المسار لا زال مستهدف، أنا في بناء الحكومة ستكون هناك صعوبات، لكن الرجاء الصبر والتحلي، عدم ترك مجال للتدخلات الأجنبية، أن يكون الحل ليبي خاصة. شكرا لك سيد رواد جبالي الإعلامي والمدون من تونس، والأستاذ عبد الله الكبير الكاتب الصحفي من لندن، وعبر الهاتف كان معنا علاء فاروق الكاتب والمحلل السياسي من مصر. هكذا أتينا لنهاية حلقة اليوم من محطات مغاربية، حتى نلتقيكم في محطة قادمة إن شاء الله، إلى اللقاء.